السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان. كما وعدتكم في الفيديو اللي فات ديال البرنامج ديال العمل السنوي لنادي البيئة، أنني غادي نحط أول ورش خدمناه رفقة التلاميذ ديالي. أول ورش هو هاد البطة، حنا عاد بدينا الخدمة هاد السنة. هاد البطة مصيبة من القراعي، يعني القنينات البلاستيكية، الغوسيكلاج أو إعادة تدوير القنينات، كنحصلوا على هاد الشكل هذا. دابا غادي تشوفوا المراحل اللي اعتمدناها انطلاقا من القنينات. القنينات يمكن لك تقول للتلاميذ يجيب كل واحد قنينة فارغة، وحنا كنستعملها القنينات اللي كانوا بقاو من بعد واحد الحفلة قاموا بها التلاميذ. اللي غادي نحتاجه هما قنينات وصباغة بيضاء وقطعة ديال الخشب. دابا غادي نبقاو مع المراحل. حاجة غادي نقطعوا القنينة بهذه الطريقة، وحتى داك الجزء اللي ما غنستعملوش في هذا الطبق غادي نحتفظوا به، حيت مازال غادي نصيبوا به واحد الشيء آخر. هاد العملية اللي ورثتنا بالتفصيل غادي يقوموا بها التلاميذ باش نحصلوا على عدد كبير ديال القنينات كما راكم شايفين. ها هما القراعينة، قد 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 على قرعة عندي لهنا، هذيك صغيرة ما تضيعوهاش. غادي نقطعو باش نعاودو نديرو الغوسيكلاج ديال هاد القراعي هادو، غنصيبو بهم الأشكال. أطفال ديال المستوى الخامس كيقطعوهم. من بعد التقطيع ديال الكمية اللي بغينا، العدد ديال القنينات اللي بغينا، غادي نصبغوهم ونصبغوهم بطريقة عن طريق هاد البخاخ، ونصبغوهم للداخل باش واخا طيح الشتا أولا ما طرش الصباغة كما كتشوفو الطريقة. وغادي نصبغو عدد اللي غادي يكفي. هادو هما القراعي اللي بغيت نشير فاش تستعملوا هذا. ما تستعملوش القنينات ديال الماء حيت كيكون هذاك البلاستيك ديالهم يميل الى الزرقاء، واخا كتصبغهم لداخل كيبقاو زرق، وبالتالي ما كيعطيوش المنظر او الشكل اللي كنقلبوا عليه. تجنبوا هادوك القراعي خصوصا في هاد المساله ديال البط. بالنسبه للخشبه كنرسموا عليها الراس، كنرسموا فوق منها راس ديال البطه كما كتشوفوا في الشكل، ومن بعد صفطناه للنجار قطعوا وصبغناه بالابيض. المكان اللي غتوضع فيه البطه ضروري تخرج كما كتكون بشكل جيد. يلا صايب. من بعد الحفر هذوك القنينات اللي صايبنا خصهم يعمروا بالتراب، عادي تقلبوا في الارض كما غادي تشوفوا في الشكل. دابا كيعمروا وكنقلبهم، ما كيعمروش طوطال، ما كيتعمر النص فيهم، وكتقلبهم بطريقه وكتثبتهم في الارض وكتكون منهم دائره كما كتشوفوا قدامكم دابا الشكل. من بعد فاش غادي يتبت الدائره كامله نحاولوا نقربوا لهم التراب، كتقرب للجوانب ديالهم، وكندوروا بهم دائره بسكوتش. كدور هادو كاملين بسكوتش كما غادي تشوفوا دابا قدامكم. هذاك السكوتش هو اللي كيستعملوا الصباغه باش كيتبت، واخا كتقاس بالماء ما كيطر ليه. من بعد فاش كملنا وثبتناهم ودرنا السكوتش، استعملنا واحد الاناء ديال الماء وثبتناهم. منها كتغسلو ما يبقاش فيهم التراب، ومنها كتفزك داك التراب عباره عن طين باش غادي تثبت هذوك القراعي، ما خصهمش يتنقلوا حيت الا خليتهم هكاك اي ريح او لا اي عامل بسيط غادي يطيحهم كما كتشوفوا الشكل قدامكم. فزكوهم وكنثبتوهم، كنحاولوا نعمروا الداخل ديال ديك الدائره بالتراب بكميه اللي هي كبيره، وكنثبتوهم حتى من برا بواسطه. هذا هو الشكل النهائي، يكفي اننا نثبتو داك الراس نهبطوه شي شويه بعد ما صبغناه ودرنا الملامح ديال البطه كما كتشوفوا.